اشترك في قناة قصة حياة وقم بتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد أولا بأول. هو أحد نجوم الزمن الجميل، فنان موهوب تنوعت أدواره بين الكوميديا والرومانسية. اشتهر بشخصية الرجل الطيب، وكان فتى الشاشة الأول على مدار سنوات عديدة أغنى فيها تاريخ السينما المصرية. أنتم تشاهدون قناة قصة حياة على يوتيوب، وهذه هي قصة حياة وأسرار الفنان محسن سرحان. ولد محسن سرحان في مدينة بورسعيد في السادس من كانون الثاني يناير من عام 1916. تخرج من الثانوية العامة وبدأ العمل كموظف عادي في وزارة الزراعة عام 1939. كان صاحب بنية جسدية قوية، ذهب إلى القاهرة كي يمارس رياضة الملاكمة، لكنه لم يكن يعلم أن الملاكمة ستغير مسار حياته بالكامل. فبسبب بنيانه القوي والملفت للأنظار، تمكن سرحان من دخول مجال التمثيل من أوسع أبوابه، وذلك حين أعجبت به المنتجة ماري كويني ورشحته للمشاركة في فيلم بنت الباشا المدير. فما كان منه إلا أن قبل بذلك العرض واستقال من وظيفته رغبة منه في احتراف الفن. بعد عامين من المشاركة في الفيلم، بدأ العمل في الفرقة المسرحية القومية، ورغب في أن يصقل موهبته بالدراسة، فسجل في الدراسات الحرة في فنون السينما والمسرح، وتمكن من الحصول على شهادة احتراف. في بداية مشواره الفني، لم يحظى محسن سرحان بأدوار البطولة، بل كان يجسد شخصية صديق البطل، مثل دوره في فيلم شاطئ الغرام مع حسين صدقي وليلى مراد. لكنه لم يستغرق وقتا طويلا حتى حظي بأدوار البطولة المطلقة، لأن العروض بدأت تنهال عليه بعد أن أثبت موهبته بجدارة ولفت أنظار المخرجين نحوه. كانت أولى بطولاته عام 1948 في فيلم السعادة المحرمة مع أمينة رزق، ليشارك بعدها في بطولة عدة أفلام سينمائية مثل فرجت، حبيبتي سوسو، ليلى بنت المدارس، العريس الخامس، وادي النجوم، تحيا الستات، والعديد من الأعمال الناجحة. لكن النقل النوعي في مسيرته السينمائية كانت في فيلم سمارة، الذي حقق نجاحا مبهرا، حيث لعب سرحان دور الشرطي المتخفي بهيئة مجرم كي يصل إلى عصابة لتهريب المخدرات، وينتهي الفيلم بموت سمارة التي جسدت شخصيتها المتألقة تحية كاريوكا. أما عن الثنائيات التي كان جزءا منها، فقد شكل محسن ديو تمثيلي مع الفنانة شادية، فقدم معا العديد من الأفلام مثل ظلمت روحي، أشكي لمين، وآمال. كما قدم العديد من الأعمال إلى جانب سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، كان منها فيلم لك يوم يا ظالم، كأس العذاب، وابن الحلال. لم ينقطع فتى الشاشة يوما عن التمثيل، فاستمر بتقديم مواهبه حتى أواخر حياته، وظل يشارك في السينما حتى لو كانت مشاركته في مشهد واحد كضيف شرف. كان من آخر الأعمال التي شارك فيها دوره في فيلم امرأة آيلة للسقوط مع الفنانة يسرى، وفيلمه الأخير كان دائرة الموت. تزوج محسن سرحان 4 مرات في حياته،
زواجه الأول كان من الممثلة سميحة أيوب التي كانت قد رفضت الزواج من الفنان شكري سرحان بسبب سوء أوضاعه المادية، فتزوجت بمحسن ورزقت منه بابن وحيد أسمته محمود. لكن غيرة محسن الشديدة على زوجته كانت السبب في انفصال هذا الثنائي بعد فترة من الزمن. تزوج سرحان للمرة الثانية من امرأة لا تنتمي إلى الوسط الفني، وأنجب منها ولدين هما إبراهيم وآمال. أما زواجه الثالث فلم يستمر سوى شهر واحد، لأن الحب كان قد دق أبواب قلبه في تلك الفترة. التقى سرحان بفتاة في المرحلة الإعدادية تدعى هناء داوود، حيث كانت في زيارة لإحدى صديقاتها التي تسكن بجوار منزله، فأعجب بشدة جمالها وحسنها ودعاها هي وصديقتها لتناول وجبة الغداء. ثم بعد ذلك دعاهما لحضور العرض الأول لفيلمه غضب الوالدين، وهناك قدمها إلى المنتجين والممثلين المتواجدين على أنها خطيبته. شعرت هناء بفرحة عارمة في تلك اللحظة، خاصة أنها كانت مغرمة بمحسن سرحان قبل أن تلتقيه، وكانت تقول لصديقاتها أنه فارس أحلامها. لم تتصور هناء يوما أن تتحول أحلامها إلى حقيقة، لذلك أصابتها الدهشة بعد أن تقدم هذا الفنان الوسيم لخطبتها. لكن الرفض جاء قاطعا من والديها اللذين عارضا الأمر تماما بسبب فارق السن الكبير بينهما، حيث كان سرحان يكبرها ب17 عاما. لم يستسلم محسن للأمر الواقع وعاد لطلب الزواج منها مرة أخرى، فوافقت هناء على الرغم من معارضة أهلها للموضوع، وتسبب لها هذا الأمر في خسارة أفراد أسرتها ومقاطعتهم لها. على الرغم من قسوة الظروف تزوج الثنائي العاشق وأنجب ابنتهما الوحيدة وأطلقا عليها اسم ألفت، متأثرين بدور شادية في فيلم وكان الحب. كانت التكريمات والجوائز بحجم النجاحات التي حققها سرحان طيلة حياته، فقد حاز على وسام الجمهورية وحصل على شهادة التقدير الذهبية عن موهبته في التمثيل، كما فاز بدرع التلفزيون عام 1985. في السنوات الأخيرة من حياته اعتاد هذا الفنان على الذهاب إلى العمرة برفقة صديقه يحيى شاهين في شهر شعبان من كل عام، إلا أن المرة الأخيرة كانت في شهر رجب، حيث شعر بتعب شديد واستعان بطبيب نصحه بالعودة إلى المنزل لتوافيه المنية بعد وصوله إلى منزله بساعة واحدة، وذلك إثر نوبة قلبية مفاجئة. توفي محسن سرحان في 7 من شهر شباط فبراير عام 1993، ولكن ذكراه لا تزال تنبض بالحياة في قلب السينما المصرية التي شهدت على موهبته وخلدت أعماله للأبد.